والقانون ياخذ مجراه. معنا السيد تومي بن فرحات محامي عائله المرحوم عمر العبيدي. اهلا بك سيد تومي. اهلا بك وشكرا جزيلا على الاستضافه ومرحبا بجميع مستمعيك في الكفاءه. مرحبا بك. باهي سيد تومي، يا خلينا القضيه بدات طويل، حنبوا نعرفوا شنو جديد في القضيه هذه. والله هي بدات طويل على الاخر، احنا تجاوزنا اكثر من 10 اشهر معناها على موت الشهيد الرياضة عمر العبيدي. سامحني سي تومي، موت ولا مقتل؟ خلينا نحددوا سي مفاهيم. لا بالنسبه لنا كفريق دفاع احنا نتمسكوا بمقتل. عندك في التوضيح، انت محامي اكيد وتعرف ما في الكلمات، كل كلمه لازم تكون بلاصتها. لا لا عندك الف حق. لا لا احنا نتمسكوا بمقتل، وهذا معناه بياكدوه الشهود. علاش نتمسكوا بكلمه مقتل؟ خاطر الشهود هذوما اللي ادوا الشهادات الاولى، وهي كانت شهادات تلقائيه نهار 3 افريل من الاول بكل، اكدوا انه معناها عمر العبيدي ما نجزش بصفه تلقائيه، بل بعد الاعتداء عليه بالمتراك وحدوا الاماكن بالضبط، معناها الشهود هذوما بعد اعتداء المتراك طاح في الواد وغرق مباشره بعد ما طاح في الواد على اثر الاعتداء بالمتراك. والاماكن هذه علاش نقولوا احنا بصفه تلقائيه، وعلاش انا نصدق الكلام تاع الشهود هذوما؟ خاطر الاماكن اللي حددها الشهود في نهار 3 ابريل هي نفس الاماكن اللي التقرير الطبي اللي جاء بعد شهر ونص كامل، تخيل كل شهر وخمس ايام، نهار 8 ماي معناها بعد اكثر من شهر، نفس الاماكن حددها التقرير الطبي واكدها واكد اللي وجود العنف في تلك الاماكن. معناها نرجع للمستجدات. هو نهار 31 زهري صارت جلسه مكافحه ما بين 14 المتهم، بعد ما صارت جلسه مكافحه سابقه في 7 جانفي مع 3 متهمين اخرين. في جلسه المكافحه هذه معناها تمسكوا المتهمين بانهم تولوا المطارده فقط دون الوصول للواد. واحنا هذا عندنا معاه مشكل تنقولوا عليه، على خاطر نفس المتهمين هذوما كي تم سماعهم في مره سابقه في الجرجاني، في اول سماع لهم في الجرجاني انكروا المطارده تماما. فما تظرف في الاقوال معناه؟ فما تظرف في الاقوال، نعطيك اكثر من ذلك. هذوما لما تمت مجابهتهم مره ثانيه في سماعهم الثاني وقدمنا لهم الكاميرا والتسجيلات اللي المطارده ثابته من خلال الماتريكيلاسيون تاع السيارات نتاعهم، صرحوا حرفيا قالوا رانا كذبنا واتفقنا على الكذب على خاطر خوفنا، ورانا تولينا المطارده لكن ما وصلناش للواد وما حضرناش. كي انت ماكش عامل شيء علاش تكذب؟ وكذلك معناها وعلاش وعلاش اتفقتوا المره الاولى ما يكونش الاتفاق نتاعكم الثاني زاد اتفاق من اجل المغالطه وعدم اظهار الحقيقه. صحيح. هذا واحد. الحاجه الثانيه ثم شاهد اخر وهو في روايه سمعيه اكد وجود بالاسم بالصوت ويعرف وقال راهو هذا معناها احد الامنيين، هو شاهد من الامنيين واكد قال ثم امني اخر هو اللي حكى لي وقال راني انا كنت حاضر وخدمت وحضرت في الغرق، معناها على الاقل هو يكيف كغرق. والشاهد هذا لم يتم سماعه ولم يتم استدعاء المتهم ولم تتم احالته، اللي هذا اللي تم ذكره بالاسم، خاطر الشاهد هذا مشى ادى شهادته في جورجاني، لكن السيد قاضي التحقيق الى حد اليوم هذا ما سمعوش لا هو ولا الشخص اللي ذكره. واضح. علاش؟ هذا احنا كنا قدمنا جلسه المكافحه في الاسبوع هذا، قدمنا تقرير للسيد قاضي التحقيق طالبناه بانه يسرع في الاعمال هذه نتاع سماع الشهاده، سماع نتاع احاله المتهم الاخر. تخيل تقرير طبي، تقرير طبي استوى النهائي محضر، معناها من بعد 10 اشهر احنا مازلنا. انه هذا عادي معمول به؟ انه غير هو في العادي قداش نورمالمون يبقى باش يحضر التقرير الطبي؟ غير عادي بالمره. نعطيك مثال، معناها حي في قضيه مماثله عندما تم ايقاف احد الامنيين، كيفاش تم التعامل مع التقرير الطبي في قضيه ايمن العثماني الله يرحمه، الله يرحمه، اللي توفى في السجومي. عندما تم ايقاف الامنيين من بعد نهارين فقط تم تقديم تقرير طبي وتقرير باليستي على السلاح بسرعه البرق من اجل الافراج عليهم وشنو صار من بعد. علاش هذا ما صارش في قضيه الحال؟ فما عده اسئله. راهو الملف هذا
ما لازم نقوله بكل بصوت عالم الملف هذا كما الملفات اللي يكون فيهم امنيين بكل وضوح. دائما ما تكونش ملفات عاديه من الزربلول. من اللي كان في الجورجاني احنا كنا قطعنا من بعد 15 يوم التعامل مع الجورجاني قطعناهم على خاطر التعامل لم يكن في مستوى الملف ولم يكن في مستوى قضيه راي عام. انا صراحه كما قلت انت من الاول يمكن السلطه الوحيده اللي كانت ممتازه جدا في تعاملها مع الملف هذا هي الصحافه والاعلام. الاعلام كان عنده دور ممتاز وكان خلى الجذوه ديما مرتفعه في الملف هذا، لكن وزاره الداخليه والقضاء تعاملوا معناها ثم كان سعي من وزاره الداخليه من الاول من الجورجاني الى تمس الدلائل والى تمس الادله واعطونا ملف معناها كوكي فارغه فيه قضية التحقيق ما نجم نعمل حتى شيء. حسب ما فهمت من كلامك فما شكون قاعد يحط في العصافه العاجله باش القضاء ما يخوش مجراه؟ اون بي ديغ سا وي. شكون؟ نجموا نعرفوا شكون؟ هو انا شو نقول ديما انا اصاب اتهاما موجها لوزاره الداخليه لسببين. اول حاجه وزاره الداخليه هي كانت الجورجاني مثلا كان هو بحث البدايه، هو اللي شبح في الادله، هو اللي يلوج هوش كذا، هو من الضربه الاولى اعطونا ملف اي هاوش فيه الناس كل قاريه دروسها في كلام جماعي 17 متهم يقع تعويم القضيه عن 17 منظمه دون اي حاجه. حاجه ثانيه السيد رئيس الحكومه معناها من نهار لين يقرر نبحثنا فتح بحث اداري. البحث الاداري هذا ما عندنا عليه حتى شيء الى يومنا هذا. انا في الاسبوع الفارط قدمت مطلب في مقابله رئيس الحكومه باش نشوف مآل البحث الاداري خصوصا انه المتهمين ثبت لدينا بما لا يدع اي مجال للشك انهم حتى عقوبه اداريه ما اتخذت في شان اي واحد منهم. معناها بالاضافه ان ما فماش ايقاف. قاعدين يخدموا معناها ولا؟ قاعدين يخدموا وتم ترقياتهم، فما حتى ترقيات معناها وتمتعوا بجميع ترقياتهم. برشا نقاط استفهام. برشا نقاط استفهام تتعلق معناها بتعامل وزاره الداخليه. ونزيدوا في هذا كله النقابات الامنيه التي لم تتوانى في اي لحظه، معناها الحضور مكثف جدا للنقابات الامنيه في جميع الجلسات كل ما كانت هناك جلسه مكافحه او الى غير ذلك. معناها نتفاجئ صعود نلقوا متهمين ونلقوا كذا، نتفاجئ نلقى معناها ديما قدام الرواق سيد قاضي التحقيق عده نقابات امنيه. فما حتى مسانده يعتبر معناها فما رغبه لاظهار انه حتى كان تم الاعتداء عليه راهو تم الاعتداء عليه في اطار العمل. هذا الذي نشوفه انا كتبرير من ما فما شكون قال حتى كان فما الاعتداء عليه معناها فما اقرار معناها تم الاعتداء عليه معناها. أنا هي قراءه مني انا باش ما نظلمش، هي قراءه نشوف النقابات الامنيه انها تدافع ذلك الدفاع الشرف معناها على المتهمين هذوما. نقول معناها تعتبر هي ان هذه قراءتها للاحداث، تقول كان فما اعتداء هذاك العمل تلك ظروف العمل. بلي باش نسالك سي تومي، اسكو في القانون معناها يشرع البوليس انه يعتدي على مواطن مهما يكون لعمل المواطن هذا؟ كيفاش؟ قانونيا اسكو القانون يشرع انه بوليس يعتدي على مواطن مهما تكون لعمل المواطن هذا حتى نقولوا عمل اللي ما يتعملش؟ لا 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 لا، هو الاعتداء يتم اللجوء اليه عندما تكون معناها ما فماش حتى امكانيه للسيطره عليه. فما مقاومه معناها، ما نساوش طفل في البدن هذاك. هذا العكس معناها يظهر ولا يرحمه عمره ضعيف، معناها ما نساوش قادر يقاوم البوليسيه معناها. العكس تماما، هو وصل وقال له راهي الهاشتاج اللي دارت هذيك نتاع تعلم عوم راهي مؤكده من جميع الشهود، ما فما حتى شاهد صحيحه. معناها هذا قال له راهي ما نعرفش شنو، هذا تمسك وقف وكانت عنده القدره، هما معناها اكثر من 17 شخص موجودين وقتها. أنا عندهم القدره التامه للقبض عليه حتى كان يحدث ودون اي اعتداء عليه. فهذا كله المتاربه في حد ذاتها راهي تم معناها ما تمش تم وقتاش كي ندخل مناطق سكنيه ندخل في حاجه تمثل خطر على السيارات والمنشات. هذا دخلوا في ويت معناها لا يحق لهم حتى بالقانون معناها ان تتم المطارده نتاعهم خاطر نعرفوا النتائج العكسيه للمطارده وهذا اللي يحدث. واضح. باش تسلك حاجه اخرى، فما فيديو ما عادش انتشر الواحد وقع تهريبه في اوروبا، اسكو صحيح الفيديو هذاك ولا الموضوع هذا ولا هو باش نكون معناها موضوعي فيه، احنا تعاملنا بصفه جديه. معناها مشينا للسيد قاضي التحقيق مكناه من الفيديو
نتاع المدون هذا سامر بيدا ما كنا من الفيديو هو سكر شخص بالاسم واحنا عندنا كان 17 متهم وهذه من جمله النقائص اللي طلبنا بقائمه اسميه لجميع الامنيين اللي خدموا نهارتها عاد حاشتنا انت ما تعطينيش 17 امني هذوك فقط موجود السيد هذا ولا خلينا نشوف ونعملوا مقارنه السيد هذا موجود ولا لا ونتاكدوا شنو النتيجه النتيجه مثلا ننتظروا كالعاده الطاوله وصل معناها زاده الطاوله وصل اللي اكثر من ذلك الفيديو كان تتذكروش الفيديو اللي تم تمريره في احدى القنوات الخاصه معناها وقتها تم نسبوه الى احد العساس فم اللي وهم الفيديو أيه. هذا تم استرجاعه احنا افيك ان ابليكاسيون تم استرجاع الفيديو هذا بعد ما تم فسخه باهي باهي خطوه مهمه هذه تم استرجاعه ولكن السيد قاضي التحقيق يعمل يرجعها للجورجاني يقول له خرج لي الفيديو هذا نتاع نهار 31 مارس هذا العمل هذا اللي ما شدش حتى نصف ساعه وانتم في الاعلام وتعرف هذا تم من 21 جوان الى يومنا هذا نستنوا انه يرجع لنا الفيديو هذا 8 شهور قريب العام معناها قريب العام ما رجعش الفيديو هذا لله معناها هذا ياكد علاش نقولوا احنا ثم رغبه لتلمس الحقائق موجوده من خلال التعاطي مع الملف رغم يعني تاكد لي فما رغبه من وزاره الداخليه لطمس الحقيقه وتاكيد الموضوع اكثر ما يمكن معناها هو كل ما تطول في الموضوع فما اطاله وفما الرغبه في الشيء ذاك على خاطر وفما تعويم زاد معناها حتى شويه معلومات اللي معناها مكنونه منها تحت ضغط الاعلام هي كانت معناها تعويم معناها فما 17 امني وفقدت انا وصلوا للواد خاطر ذاك ثابت معناها من خلال الفيديوهات وكفى الله شر القتال هذاك هو هذيك المعلومات اللي وقفنا فيها واضح يعطيك الصحه سي تومي بن فرحات محامي تاع عمر العبيد اكيد باش تكون متابعه في كل مسجدات القضيه هذه ماهيش ان شاء الله باش تخليوها تركن في الرفوف وتدفن كما تدفنوا قضايا اخرى بالطبيعه هذه كانت الفيرسيون تاع محامي العائله تاع عمر العبيدي كيف اللي يحب يحق رد واللي يحب يتدخل ويجاوب على الكلام هذايا من وزاره الداخليه والا من النقابات الامنيه والا من اي واحد تجبد اسمه في الحصه نتاع اليوم مرحبا به يتصل له حق رد مكفول اللي ان شاء الله احنا مازلنا متواصلين في فير بلاي حتى لما في تفهم تاع الشيخ بعد شويه يلتحق بين رضا فهمي الناطق باسم الاداره الوطنيه للتحكيم نحكيو تحكيم وشنو صاير في القطاع هذا بعد شويه مواصلين لكن توا نخليكم مع الموسيقى على اكسبريس افهم